صحيح انا من السعوديه جايين نساند اخواننا من المغرب والحمد لله انتهى التعادل وان شاء الله القادم افضل باذن الله. جاي من مكه المكرمه عشان نتفرج مباراه المغرب. كيف الشيء اداء جماهير اليوم؟ اليوم صراحه الجمهور من جميع الدول العربيه وبالذات المغاربه ساند المنتخب بشكل غير طبيعي والكل يد واحده، لكن الحمد لله النتيجه ان شاء الله المباراه الجايه يعوضوها. صراحه الجمهور هذا الكل حرام يطلع زعلان، يعني المفروض يطلع مبسوط، لكن الحمد لله التعادل عادل يعني، والمباراه الجايه يعوضوها المغرب باذن الله. ويفرق ديما تلب النداء الوطني، ولكن القلاقي خاصه واحد جوج وناحي ماشي ديال 90 دقيقه ديال 60 يخرج بارك عليه. خلي لنا الصابر صاحبي حشومه عليه، وتتمنى من القلاقي يفكر في هذا الشيء فهمتيني، خاصه الحمد لله هذاك اخويا هذاك النصيري الله يهديه، جابوا لنا لهاد المغرب داوود الرحيمي هادو والله الرحيمي والله الا كاينه بلاصتو بالله قسما بالله الرحيمي الا كاينه بلاصتو فهمتيني، وديما مغرب وديما مغرب وديما راجع وديما راجع. جمهور خيالي في اول حاجه كنشكر هذا الجمهور اللي انتقل من الديار المغربيه من الملكه المغربيه وجا لهاد الارض الوطن العربيه، الحمد لله شرفنا واخا واحد التعادل ماشي مشكل ان شاء الله نخلفوها في المقابله الجايه. كنتمنى ان شاء الله تكون في المستوى المقابله الثانيه، وكان هذه البدايه ومازال مازال هذه البدايه ومازال مازال. كنحيي على تحيه للقائد الاعلى الملك محمد السادس نصر الله اللي راعي الامه العربيه، والحمد لله هذا فخر لنا كنحسوا براسنا في امان في اي وطن مشينا له. شكرا للجاليه المغربيه اللي تحقت بينا في هذه المواكبه هذا العرس الكروي، وشكرا لكم. الجمهور روعه صراحه، واداء في الملعب كان افضل، بس لو الحمد لله دخل من بدري كان ممكن تتغير مجريات المباراه، لان النصيري المستوى كان سيء والظهير اليوم نزل بدال مزراوي، يعني اداء كان سيء صراحه. ان شاء الله نتمنى المزراوي اصابه ما هي طويله، يعني ان شاء الله يرجع افضل ويلحق عن مباراتين، وباقي بس مباراتين يعني ممكن اربع نقاط من ذي المباراتين ترشحك ان شاء الله للدور الجاي. جمهور حاضر ناظر ودير المضاضر، المهم ديما جمهور كاين، المقابله كانت مزيانه الحمد لله، خرجنا بالتعادل هذا هو المهم. انا ما غاديش نبدا نعلق على المباراه نقول شكون اللي يلعب ولا ما لعبش، المهم النتيجه تعادل مرضي لكل الطرفين الحمد لله. لا الدراري الحمد لله داروا بون ماتش، نقطه يعني مزيانه، غير هو خصك ما تخسرش الماتش الاول. ان شاء الله يتكاليفوا الدراري ان شاء الله، ونعاودوا ان شاء الله الانجاز اللي من 86 ياك، من 86 ما تاهلناش للدور الثاني، ان شاء الله 2022 تاهلوا للدور الثاني ونديروا مسيره زوينه ان شاء الله. بون كوراج الاولاد الدراري كل شيء، الركراكي راك عارف قاد بالمسؤوليه، وان شاء الله ما علينا حنا الجمهور الا قطع التيكي ديالك وتجي تشجع المنتخب، وخلي الحنجوره ديالك في التيران باش ان شاء الله المغرب يتكاليفا واحد موفق لكاع المنتخبات العربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.